اليوم سنكون في مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وسأكون سعيدا برؤية كل محبي الشعر والثقافة والأدب هنا. شوقي عبد الأمير. اليوم سأكون هنا إلى جانب الصديق الشاعر شوقي عبد الأمير، وفي ضيافة مركز عبد الرحمن كانو، وبرعاية كريمة من سادنا العذوبة في شعرنا الخليجي الأستاذ علي عبد الله خليفة. سعيد بوجودي هنا، أحمل قصائدي وحبي لكم. سيكون لي الليلة شرف تقديم قطبين من أقطاب الشعر العربي في أمسية الاحتفاء بيوم الشعر العالمي بمركز عبد الرحمن كانو الثقافي. وبكل تأكيد جمهور الشعر في البحرين بكل تأكيد متشوق للقاء هاتين القامتين اللتين أعتز بتقديمهما إلى الجمهور، فأهلا وسهلا بكم.